في المغرب الحمد لله نستطيع أن نتحدث عن ما يسمى بالمثقف الموضوعي، أي أنه يمكننا أن ننتقد السياسة العمومية، يمكننا أن ننتقد طريقة التسيير الشأن المحلي لا على المستوى المحلي أو على مستوى الجهوي، بمعنى آخر أن لدينا ديمقراطية ولدينا حرية في التعبير والآراء لا على مستوى الشبكات التواصل الاجتماعي، لا على مستوى الإذاعات والتلفاز السمعي البصري أو المكتوبة، عكس الضفة الأخرى الذي نتحدث لا يمكن لنا المثقف أن ينتقد السياسة الممنهجة ضد أبنائنا بتندوف، بالتالي نعتبر تلك المنطقة هي منطقتنا وتابعة لنا بحكم التاريخ والقانون، رغم السياسة ورغم العمرية تبقى تابعة، لا العلاقات الدموية ولا العلاقات الأسرية تبقى قائمة. في الضفة الأخرى يبقى أبناء عمومتنا، يبقى إخواننا، نختلف الآراء، يمكن يأتي يوم أن يكتشفوا بأن رأيهم غير صائب وغير سديد، وبالتالي سيأتي يوم ويرجعون إلى بلادهم ويلتئم شمل العائلات. هنا لا يمكن الحديث عن الديمقراطية، لأن الآن عندما تحدث عن الديمقراطية أو حرية الرأي أو احترام أقليات في الرأي في جبهة البوليساريو، لا يمكن للشاب المثقف أن ينتقد المساعدات الإنسانية التي تقدم لهؤلاء. هل حقاً تصل إليهم؟ هل حقاً الشباب الدفة الأخرى يمكن له أن ينتقد السياسة الممنهجة في جبهة البوليساريو؟ طبعاً الجواب يكون لا،